البيئة في الأسبوع. الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن ملامح عقد تقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء مدينة شرم الشيخ مع تحالف مجموعة بيئة وشركة جرين بلانت، وذلك بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. وزيرة البيئة تشارك في الويبينار السادس للمركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان الشباب الأفريقي، وتؤكد أن مصر تعمل على تأهيل الشباب منذ الطفولة للمشاركة في العمل المناخي. الدكتورة ياسمين فؤاد تناقش مع ممثلي البنك الدولي آخر مستجدات إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية. وفي إطار سلسلة زيارتها التفقدية بشرم الشيخ لمتابعة آخر مستجدات استعدادات استضافة مؤتمر المناخ، وزيرة البيئة تتفقد أعمال تطوير المنطقتين الزرقاء والخضراء للمؤتمر. كما تعقد الدكتورة ياسمين فؤاد اجتماعا موسعا لمناقشة بدء منظومة إدارة المخلفات بالمدينة، وتوجه بسرعة الانتهاء من خطة عمل شاملة لإدارة المخلفات لمؤتمر المناخ. وخلال جولتها التفقدية بشرم الشيخ، وزيرة البيئة تتابع أعمال حملة الحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالمدينة. وتعقد الدكتورة ياسمين فؤاد اجتماعا موسعا مع رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة وممثلي عدد من العلامات الفنية والتجارية والأزياء القائمة على التدوير وإعادة الاستخدام لمناقشة سبل مشاركتهم بالمنطقة الخضراء لمؤتمر المناخ. وزارة البيئة تقوم بإبرام وتفعيل عدد من بروتوكولات التعاون مع اتحاد الصناعات المصرية ومركز تحديث الصناعة ومكتب الالتزام البيئي بهدف تقديم الدعم الفني والمالي للصناعات الصغيرة والمتوسطة. الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة يشارك في مؤتمر المنطقة الروتارية بمحافظة الإسكندرية، والذي أكد خلاله أنه لن يستطيع أي مشروع غير متوافق بيئيا الدخول للأسواق العالمية. وزارة البيئة تنظم عددا من الاحتفالات بمدن شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم، احتفالا باليوم العالمي لتنظيف الشواطئ، وذلك بالتعاون مع شركاء العمل البيئي من القطاع السياحي. شكرا لكم، وإلى أن نلقاكم في نشرة بيئية جديدة.